قامت قناة الأجواء برصد أولى صور انطلاق عملية التصويت للانتخابات المحلية البلدية والولائية بوهران، وهذا من مركز الاقتراع بمدرسة بالبشير محمد الكائنة بدائرة بئر الجير بوهران، أين لاحظنا إقبال متزايد للمواطنين على مراكز التصويت من أجل اختيار ممثليهم الجدد في المجلسين البلدي والولائي. هذا وصرح لنا رئيس مركز انتخاب رقم 1 ببئر الجير أحمد شني بأن العملية الانتخابية انطلقت في ظروف حسنة وفي موعدها المحدد كما ينص عليه القانون، وبأن كل الظروف المادية والبشرية تم توفيرها لإنجاح هذا الحدث. تغطية المراسل الشرقي يوسف. رحيم، السلام عليكم. صبيحة هذا اليوم أدينا الواجب الوطني وهو الانتخابات المحلية للمجلس الشعبي البلدي والولائية. نظن هادئة اليوم، الاستقبال تم في ظروف حسنة. المواطنين صباحة اليوم بدأوا يتوافدوا على المراكز الانتخابية، ونظن باللي على حسب الجو اللي لاحظوه باللي يكون فيها انتخابات تكون مشاركة لا بأس بها، ونتمنى إن شاء الله نطلبوا من المواطنين الجزائريين والجزائريات أن يتوافدوا ويتقدموا إلى مراكز انتخابات، باش تكون في هذا اللي إن شاء الله اللي يكون إن شاء الله عرس ونحتفلوا به، نحتفل به الجزائر، يزيد المؤسسة الجزائرية إن شاء الله تكون بخير والشعب تاع الجزائر. أحمد شدني، رئيس مركز انتخاب رقم 1 سيفي عام بئر الجير. انطلق العملية الانتخابية في الموعد المحدد كما ينص عليه القانون. كل الظروف والموفرة من إمكانيات بشرية ومادية متوفرة. العملية انطلقت في ظروف حسنة. المنتخبين يعني حضور رانا في البداية، حوالي الساعة الأولى ولا كنا في حول. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حال اليوم قمنا بواجب واجبنا الوطني، هو اختيار ممثلين اللي يمثلوا الممثلين تاع القاعدة، وهذا يعتبر كأنكت سيتويان كما نقولوا. والجزائر الجديدة تبنى من القاعدة إلى القمة، ولهذا أناشد الجزائريين باش يتقدموا إلى مكاتب الاقتراع للتصويت بكل حرية وشفافية، واختيار الممثلين الذين لهم قدرة في تسيير البلديات والمجالس الولائية. لهذا هذا اليوم هو بداية لعهد جديد، أتمنى أن يكون عهد جديد. الواجب تاعنا كان الحمد لله يا ربي ساتيسفي، ومن واجبنا احنا من حقنا للوطن هذا نفوتو، ما نعطوش مخلوش صوتنا يروح هكا، اللي قلنا نفوتو سير بيان سير اللي قلنا يكون مصيري، احنا اللي قلنا ندعمو اللي نشوفوه اصلح لهذا الوطن باش يكون انتخاب مصيري يكون مليح ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تكون كما قال لك يخدم البلديه ويخدم الهديه ويخدم الشعب تاع بلديه بيرجيل، وان شاء الله تكون فيها نتيجه باذن الله تكون.